ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا، وفي ختام أشغال المجلس قدم السيد وزير الداخلية عرضا يتعلق بالتدابير التي تم إعدادها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بشأن تنظيم الطائفة اليهودية المغربية. وتستمد هذه التدابير روحها من الأمانة العظمى التي يتولاها جلالة الملك أمير المؤمنين الضامن بحرية ممارسة الشؤون الدينية لكل المغاربة على اختلاف عقائدهم الدينية. وتشمل المنظومة بعد مشاورات موسعة مع ممثلي الطائفة اليهودية الهيئات التالية: أولا المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية، ويتولى السهر على تدبير شؤون الطائفة والمحافظة على التراث والإشعاع الثقافي والشعائري للديانات اليهودية وتعزيز إشعاعهم الديني والثقافي. واجبك الوطني والديني تمسك بالمذهب السني المالكي، فلا تسمح لأحد من الخارج أن يعطيك الدروس في دينك، ولا تقبل دعوة أحد لاتباع أي مذهب أو منهج قادم من الشرق أو الغرب. رسول الله ما كان يجبر أحدا على دينه، تأتي أنت تجبر الآخرين على دينك وعلى مذهبك الزائف؟ عجيب، أمر مخالف للدين، لا إكراه في الدين. وأطرف ما أسمع من جملة ما أسمعه أنهم يقولون مثلاً التشيع دخيل علينا. قبل فترة الإخوة المغاربة متشيعين العاملين معنا أروني مقطعاً للملك المغربي وهو يحذر من التشيع والمذاهب الدخيلة على مذهبنا المالكي، فيجب يعني شعبنا أن لا يستقبل المذاهب الدخيلة ويقصد التشيع. هذه كلمة طريفة، هذا معناها أنه الملك المغربي لا يعرف تاريخ بلاده التي يخلق. تشيع دخيل في المغرب، منذ عرف المغرب الإسلام عرف معه تشيع.